السلام عليكم، أنا محمد غنايم. اليوم أحببت أن أدردش وإياكم في موضوع خفيف الظل. أحبتي، هل واجهت من قبل موقفا مهما في حياتك كان يتطلب منك ردة فعل ذكية ولكنك لم تفعل فندمت عليه ووددت لو يعود بك الموقف مرة أخرى لتحسن التصرف به؟ هذه المرة لن تندم بإذن الله تعالى. كان هناك طالب جامعي يدرس الحقوق، وكان هناك أستاذ يكره ذلك الطالب بشدة. وفي يوم من الأيام كان الأستاذ يتناول الطعام في كافيتيريا الجامعة على إحدى الطاولات، فجاء ذلك الطالب حاملا طعامه وجلس بجانب الأستاذ، فغضب الأستاذ وأحس من الإهانة أن يرافق ذلك الطالب على نفس الطاولة، فقال له: يبدو أنك لا تفهم يا سيد فلان أن الخنزير والطير لا يجتمعان على نفس الطاولة. نظر الطالب وأجاب بهدوء: لا تقلق أيها الأستاذ، سأطير من جانبك بسرعة. وبالفعل حمل طعامه وذهب إلى طاولة أخرى وجلس عليها. كيف نكتسب سرعة البديهة في الرد؟ هذا السؤال المهم. مثلا لو قال لك شخص متنمر أنت لست شاطر، تبتسم حينها وتقول: نعم أنا بالفعل لست كذلك، أنت يبدو عليك أنك شاطر. فكلمة الشاطر في اللغة جاءت من شطرة بمعنى نقصة، وكأنك تقول لذلك الشخص: أنا لست منقوصا ولكن يبدو أنك أنت كذلك. هذا الرد جاء من المخزون اللغوي لديك. لذلك خصص لنفسك يوميا وقت للقراءة، فالقراءة والمطالعة تبني ثقافتك وتوسع مداركك وتمنحك مخزون لغوي غزير. بناء المخزون الفكري واللغوي هذه النقطة الأولى للرد الذكي. ثانيا، تعلم المزيد عن لغة الجسد، فلغة الجسد رد بلا كلام. مثلا لو شخص أهانك أمام الجميع بقوله مثلا: أنت لا تفهم أي شيء، شرحت الأمر لك مرتين ولم تفهم أيها الغبي، هنا ردك سيكون إما خيار من اثنان: إما أن تغضب أو تحرج، وفي كلتا الحالتين الأمر ليس ذكيا، أو كأنك تثبت له صحة ادعائه. هنا يجب أن يكون ردة فعلك من لغة جسدك قبل لسانك، يجب أن تعطيه ردة فعل غير متوقعة، حين ستكسب الجدال بدون كلام. مثلا ابتسم ابتسامة عطف، هذه ابتسامة غير متوقعة في مثل هذه الموقف، ابتسامة غريبة سينصدم منها الجميع وسيتحمسون لسماع جوابك بعدها. هنا قل مثلا: ربما أنا الأعلى ذكاء ولستم أنتم الأغبياء. ثالثا، ركز على الجانب النفسي للمقابل لك. مثلا لو رأيت شخص يبالغ في وصف أمر ما، اعلم إما أنه يكذب أو يبالغ فقط. مثلا شخص يقارن نفسه بك ويقلل منك، مثلا يقول لك: أنا امتلكت أول مليون عندما كان عمري 20 سنة، أنت كم عمرك الآن؟ هنا إذا شعرت أنه يكذب ويحاول الإنقاص منك ستعمل على الجانب النفسي الخاص به، تقول بابتسامة ساخرة: أذكر أنها 2 مليون وليس 1 مليون، يعني يا رجل لا عيب في أن تقول الصدق، يعني لن يزيد احترامي لك عندما تكذب، أنت كم عمرك الآن لتكذب مثلا. والنقطة الأخيرة، المجاملة المتزنة والكلام اللطيف أيضا سيكون هذا من أفضل الردود الذكية، ستأخذ دفة الحوار كلها لصالحك. كم دخلك الشهري؟ كم تعتقد؟ طبعا هناك بعض الآليات للتخلص من الإجابة على الأسئلة المحرجة، لأن الأسئلة المحرجة في العادة هي التي تحتاج رد ذكي، لأنك لو لم تكون ذكيا في الرد عليها ستحرج يعني، فبالتالي لا بد أن تمتلك ردا ذكيا عليها. الطريقة بسيطة جدا وأنا أخبرتكم إياها في حلقات سابقة، هي الإجابة بإجمال أو الإجابة بسؤال آخر، وسأعطيكم مثال الآن. مثلا إذا سألك أحد: ما هل تحب فلان؟ على نفترض أنك لا تحبه ولا تريد التصريح بذلك، ستقول كما تجيب أغلب الأمهات على السؤال المعروف: أي أبنائك أحب إليك؟ تقول: في العادة أنا أحبهم كلهم. أو تقول، تجيب بالتعميم، أو تجيب بسؤال آخر تقول: من لا يحب أبنائه مثلا؟ يعني هذه فطرة الأمهات في الرد على الأسئلة التي تكون نوعا ما حساسة يعني أو محرجة، فنتعلم منكم أيها الأمهات يعني. ملخص فن الرد: الإنصات والاستماع أولا، عدم التسرع بإطلاق الأحكام، تجنب العناد وحاول فهم الموضوع، ثقف نفسك وكن مطلعا، وأخيرا التواضع وعدم التعالي على الآخرين. نحتاج فن الرد أحبتي في الله في جوانب الحياة المختلفة، سواء في الجوانب المهنية كأن تكون في مقابلة عمل، أو الجوانب العلمية كأن تكون في نقاش علمي، أو الجوانب الحياتية العادية، فلا بد أن نرد بطريقة ذكية على الأسئلة التي لا نريد التصريح بها. مثلا: ما هي نقاط ضعفك؟ أو حدثنا عن مواقف ذات صعوبة عشتها في حياتك، أو حدثنا عن قصص فشلك مثلا. هذه الأسئلة ربما تطرأ عليك في مقابلة عمل، ليس الهدف منها معرفة إجابتك، بل الهدف منها معرفة كيف تتعامل بالرد على هذه الأسئلة.
الرد الذكي أقصد. فالسائل ربما لا يهتم بقصص حياتك أو أن تخبره عن قصة فشلك الحقيقية، بل هو يهتم بذكائك العاطفي في صياغة هذا السؤال وتوظيف لغة جسدك مع المنطق الخاص بك بالإجابة على هذا السؤال بطريقة ذكية، لأن هذا يعطيه تصور عن مدى ذكاء شخصيتك في التعامل مع المواقف أو الأسئلة بشكل عام. في حلقة سابقة في هذا الموضوع طرحت سؤال كان مفاده كالآتي: لو كان هناك أخيك، أمك، أبيك في المحيط ويحتاجون أن تنقذهم من الغرق، وأنت تستطيع أن تنقذ شخص واحد فقط، أي شخص ستختار وتنقذ؟ هذا السؤال أو هذا النوع من الأسئلة من الخطأ الإجابة باختيار شخص من الأشخاص الذين ذكروا في السؤال، كأن تقول مثلا أختار أمي لأنها أنجبتني، أو أختار أبي، أو أختار أخي. هذا الأمر خطأ، وهنا يكمن الذكاء في الرد. صراحة لاحظت الكثير من الردود الذكية على هذا السؤال، ولكن أكثر رد عجبني هو من أجاب بطريقة كوميدية، كأن يقول مثلا: أنا لا أعرف السباحة أساسا، يعني لو ذهبت سأغرقهم معي مثلا. هذا الجواب أضحكني ودل على ذكاء كبير لدى صاحبه. ولكن لو افترضنا أنك تعرف السباحة، كيف ستكون إجابتك على هذا السؤال، عن نفس السؤال؟ شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.